شباب يقول ماسكين سره، تقول على تميس. عطنا عادل. عادل ابو عبد الله، حياك الله يا عادل. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. اول شيء نعزيك في وفاه اخوك، الله يغفر له ويرحمه. الله يجزاك خير يا عادل. ثانيا امسي بالخير على علي وعلى نواف، حياك الله. اختصارا للوقت يا اخوي، شوف سياسات الدول العظمى تتغير كل 4 سنوات، بينما فقره المطبخ تتغير كل يوم. انا عندي اعتراض قبل وعندي اعتراض بعد. تم. طيب الاعتراض اللي قبل في سياسه الدرجات، والاعتراض اللي بعد طال عمرك، قبل 225 المركز الأول و220 المركز الثاني، الفرق 5. الآن المركز الأول 300 الواحد ياخذ، والثاني 150، الفرق 150 درجة. قبل فرق 5 درجات، الآن فرق 150 درجة. طيب. لذلك أنا أعترض وأطالب بأن أبو علي، بما أنه هو سيد الفقرة، أنه هو اللي يقيم الطبخة، ما يقيمها لا مقدم ولا معد. كيف يا عادل؟ ما سمعتك؟ أنا أعترض على التقييم. إيه؟ بما أن الفرق الآن بدل ما هو كان 5 ما بين الأشخاص، المركز الأول والثاني 225 220، صار الآن 300 150، صح؟ طيب يعني صار الفرق 150. طيب هذا الأساس في الفقرة يا عادل. طيب عشان في تباين. عادل اسمح لي بس. صح صح. طيب عطني مقيم. المقيم مين؟ المقيم أبو علي، صح؟ مفروض أبو علي هو اللي يحضر ويقيم. ما أرضى بتقييم لا مقدم ولا معد، ما احترمت. إذا كان القاب في الدرجات يصل إلى 150 درجة، يعني شوف هذا من حقك يا عادل، لكن إذا تغيب أبو علي تمام، فالفقرة يديرها المقدم والإعداد وهم يقيمون الطبخة. يعني أبو علي يمكن جاء ظرف، إذا جاب ظرف أبو علي نلغي الفقرة؟ مو منطقي يا عادل. والله أجل مفروض يكون في مقيم آخر متخصص. يعني أنت ما تثق في المقدم؟ كيف؟ ما تثق في تقييم المقدم؟ هي مسألة ثقة يا إلا ثقة سعيد. يا عادل هي مسألة ثقة. الآن المقيم قيم كل يوم المقدم والإعداد، إذا أنت تعترض معناته مسألة ثقة ليس مسألة أخرى. طيب في حل آخر، في حل آخر أفضل منه، اللي هو إذا تغيب أبو علي ما يكون الفرق بين المركز الأول والثاني فرق كبير جدا. هذا الأساس ثابت يا عادل. ما أنا عادل شوف إذا أنا غيرت تقييم الدرجات، إحنا ليش نعترض من اليوم على مسألة تقييم الدرجات؟ لأن أنت هذه تدخل في البرايم معك نهاية الأسبوع. إيه؟ طوال الأسبوع المركز الأول يأخذ 300 كل متسابق، والثاني 150. إذا أنا غيرتها معناته أنا ظلمتك وظلمت المتسابق الثاني. إحنا من اليوم ترى معكم عادل، لأن اختلاف التقييم يضر بالمتسابقين. الثبات هو الحل. عادل سم يا علي، إذا أصيب حكم المباراة في وسط المباراة يدخل الحكم الرابع. يا سلام عليك. والحكم الرابع ما عندنا حكم رابع هنا. أوكي. والأخ حمد أو المقدم علي هما من ضمن طاقم العمل في مذاق، كانوا في بداية البرنامج مقيمين. إيه؟ راحوا إلى فقرة التقديم تخصيصهم، ثم رجع أبو علي في التقييم. أبو علي صار له ظرف معين، صار له شيء معين، خلاص راح أبو علي يوم أو يومين يرجي المقدم ليقيم. نضرب مثال أبو علي مهم في البرنامج الآن، راح يومين وشو نقيم مطبخ؟ بس الفكره يا جاوب يا عادل، كلامك منطقي بس قاب الدرجات كبير عشان كذا حساسيه. خلاص احنا قاب الدرجات عشان تقدر تكسب. هذا ثابت يا عادل، عشان تقدر تكسب، عشان لما تكسب في المطبخ فعلا اثر في درجات. لازم يكون في قاب، لازم تبدع. انت اليوم طبخك يا عادل يكون في دم. حمد في الكنترول يكلمني يقول الدجاج كله دم. ابد. وبالنسبه للمقدم ترى ما عندنا اي اعتراض على المقدم، حمد سعود على العين اكيد والراس، والاعداد على العين والراس اكيد. ولا يوم سمعت انه في الكنترول كم اقول اكيد ما عندك اعتراض عليه، ولا عشان يوم سمعت انه في الكنترول؟ انا ما ادري اذا هو موجود ولا لا. لا لكن موجود، لكن موجود. انا بس الفكره بس عشان بس بمشي ابو عبد الله. تفضل. الفكره بس راحتك عندك شلون يعني ابو علي صراحه اذا غاب ترى حضوره مؤثر. الله. اتمنى ذلك حضوره اذا غاب. انت بتشبك يا عادل، لان ابو علي اللي يمدحه يفوزه، هذا اللي صاير بين الشباب كذا النظام. انت تمدح عشان يفوزك يا عادل. والله يا سعود بكي. شوف صنادحي طلعت والله، ترى قبل لا اجيكم ما عندي تساقط شعر، من يوم بدأت فقره المطبخ عندي تساقط شعر وارق. طيب وحساسيه في الجيوب الانفيه والله كل شيء. عادل بس انا عندي نقطه صراحه، انت ذكي جدا 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 ذكي، وانا ارشحك المركز الاول لان انت واضح من المتسابقين اللي يبحثون على المركز الاول، حريص على الدرجات، على الحضور، على الفقرات، ما شاء الله تبارك الله. الله يرحمه. انا استغربت اليوم انت خسران وطالع تطالب تقييم، يعني ما ادري عادل. مظلوم يا مظلوم ايش؟ انت طبختك كلها دم يا عادل، يقولون يعني انت لو انك اخذت الفرق 5 درجات. طيب ما حد كلمك ليش تجيك بشروم؟ يعني انت المفروض مركز ثاني 220 واطلع يا رجل. انا يعني خصمت على نفسك 80 نقطه والله. شوف انا اخوك ندمت يا عادل. انا شوف انا ما عندي حقيقه. شوف ال 80 نقطه اللي راحت من عندي اعرف انا كيف ارجعها، عرفت كيف؟ لكن المهم عندي ان فقره المطبخ يكون الجمهور راضي عنها. جواب جاوب على سعود يا عادل. ندمت انك طلعت. ندمت انك طلعت اليوم وطلبت.
لا والله ما ندم، تدري ليش؟ ايه تدري ليش؟ لاني انا مع الحق حتى لو كان على نفسي. يا سلام. شوف يا حبني لك. طيب يعطيكم العافيه شباب. والله الظاهر سلطان ما لقى فهد راح يرقد. طيب قال جمعي عادل. طيب احنا والله المحاور ما خلصناها يعني، كان ودنا الوقت، لكن حتى كنت ابغى فيصل بس ما عليه، نجيب ان شاء الله يوم الاثنين.